تحفة معمارية فريدة للصرح الإسلامي بارز، هكذا يبدو مسجد ومدرسة الأشرفية، شواهد على حضارة ذائعة الصيت ضاربة في جذور التاريخ. فالأشرفية التي استغرق بناؤها نحو 3 سنوات تتألف من بيت للصلاة ومدرسة، وهي في الأساس عبارة عن قبة كبيرة مركزية وتحفة معمارية توصف بأنها عين من عيون فن بناء العقود. كما تتوسط القبة الرواقين شرقي وغربي، يغطي كل منهما 4 قباب متناسقة الأحجام ذات مركزين، وجميعها مزينة من الداخل والخارج بنقوش بارزة. مسجد الأشرفية بني ب800 هجرية، عمره الآن 641 سنة. تم افتتاح المسجد في 803، استغرق البناء كامل 3 سنوات. تبلغ مساحة المسجد أو قبة بيت الصلاة 50 ذراعاً، وعرضها 25، وتتوزع فيها أعمدة مختلفة الأحجام والأشكال، حيث تزخر بآيات قرآنية مكتوبة بخطوط فريدة وزخارف بديعة، كما أن لها 3 أبواب رئيسية تتوجها قباب. يعود بناء هذا الجامع المستند إلى قلعة القاهرة إلى عصر الدولة الرسولية، خصوصا عهد الملك الأشرف أبي العباس إسماعيل الذي قام بتأسيسه سنة 696 هجرية، إذ تتوسطه 8 قباب ومئذنتان سميتا بعرائس السماء لما تحويانه من إبداع هندسي وفن في التشكيل والتزيين ينمو عن فن العمارة الإسلامية في اليمن. تميز المسجد بنقوش هندسية ونباتية مختلفة تميزه عن غيره من المساجد بألوان نباتية. ما زال المسجد يعني محتفظا بأنقه وتراثه حتى اليوم. شعار للفنون الرسولية إذن، هكذا يصنف البعض الأشرفية بوصفها الباقية من الفنون الإنشائية لتلك الدولة، حيث تحوي كما هائلا من فنون العمارة والرسم والخط، وتشكل مدرسة فنية وتشكيلية فريدة، إذ يوجد بها نحو 7 خطوط لا يعرف إلى أي من الفنون المسماه ترجع هذه الابتكارات. زيارة قصيرة لهذه التحفة بادخة الجمال والتي يتجاوز عمرها نحو 800 سنة، تشعرك بروحانية المكان وسيطرته على المدينة التي يحتل فيها موقعا استراتيجيا تطل على أجزاء واسعة منها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.